اهلا بكم، هذا برنامجكم اخر النهار وانا معكم محمد الباز. في حدود سنة 2008 كنت بعمل حوار مع مساعد وزير الخارجية اللي كان مسؤول عن الملف بتاع الهجرة غير الشرعية او يعني المصريين في الخارج بشكل عام. وكانت وقتها في موجات هجرة غير شرعية كتيرة جدا، وشباب مصريين بيموتوا في البحر. وبعدين قال لي انا هحكي لك حكاية عشان تفهم احنا ليه مش قادرين نسيطر على الموضوع. قال لي في واحد كان ليه ابن مسافر في هجرة غير شرعية ومات، فالراجل عامل العزاء بتاع ابنه، فجه السمسار اللي هو كان بيصفر الشباب دول يقدم واجب العزاء، وتقريبا الراجل السمسار ده يعني ايه ضميره أنبه شوية كده، فهو بيعزي الراجل ابو الولد اللي مات. قال له بص انا يعني ايه انت صعبان عليا، وابنك كان دافع 100,000 جنيه، 100,000 جنيه في 2008 فما سافرش، فانا هدي لك 50,000 منهم، هرجع لك 50,000. فوالد الولد اللي مات ده قال له لا خلي الخمسين معاك، انا هجيب لك 50,000 عليهم كمان وصفر ابني التاني. فالراجل كان يعني زي ما بيقول كده بيضرب كف بكف. فده اهو مواطن مصري ابنه مسافر على مركب هجرة غير شرعية وغرق مات، وهو بيعمل له العزاء الراجل بيرجع له 50,000 من 100، قال له لا خلي الخمسين وانا هديك 50 كمان، ويعني صفر ابني التاني، انا عايز ابني التاني يسافر. كان في حالة ايه؟ حالة جنون. مصر بعد 2013 او من 2014 لما بقت في ادارة الرئيس عبد الفتاح السيسي خدت قرار قالت احنا هنوقف الهجرة غير الشرعية. هنوقف الهجرة غير الشرعية. لانه في مخاطر كتير جدا على الناس اللي بيسافروا دول، ما تعرفش مين ممكن ينجو منهم. وبدات الدوله تشتغل بخطه، ما هو انا عشان اقول للشباب ما تخرجوش في هذه الهجرات غير الشرعيه لازم اوفر له حاجه هنا، يعني لازم اعمل له مشروعات صغيره، مشروعات متناهيه الصغر، مشروعات متوسطه، اعمل له توعيه، اروح للقرى اللي بيطلع منها عدد كبير من الشباب عشان يروحوا الهجرات غير الشرعية دي، سواء بقى في الفيوم، سواء في المنوفية، سواء في كفر الشيخ، سواء في الشرقية، اروح القرى دي واشوف احوالها ايه وظروفها ايه والناس عايشة ازاي، وممكن اعمل لهم ايه اخليهم يستوطنوا في البلد ما يروحوش ما يهجوش. وبدأت البلد تشتغل وعملت مبادرة مهمة جدا، يعني دشنتها وزيرة الهجرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم اللي هي مراكب النجاة، وكانوا بيروحوا يتكلموا مع الأهالي مباشرة ومع الشباب مباشرة يبينوا لهم خطورة الهجرة غير الشرعية. لكن هو السؤال، هل الأهالي دول وهل الشباب دول مش عارفين خطورة الهجرة غير الشرعية؟ أكيد عارفين. طيب هل الشباب دول والاهالي مش شايفين انه في شغل كتير وفي مشروعات كتير وفي يعني فرص عمل كتير ممكن يشتغلوها هنا في مصر؟ اه شايفين. طيب دلوقتي انت بتتكلم على 100,000، 100,000 اللي كانوا مدفوعين في 2008 دول، ممكن اللي بيطلع هجره غير شرعيه دلوقتي بيدفع للسمسار ما بين 300,000 و 400,000 جنيه عشان يسافر. طيب انت يا ابن الحلال معاك من 300,000 ل 400,000 جنيه هنا في مصر، تقدرش تبدا بيهم مشروع، تعمل بيهم حاجه، فتشتغل وتبذل مجهود وتبني هنا في بلدك وتزرع هنا في بلدك؟ اكيد يعني اكيد ممكن يفكر بالفكره دي. لكن ليه في اصرار على الهجره غير الشرعيه؟ عشان نبقى صراحه، لأنه الحكومة هتتكلم والمسؤولين هيتكلموا ووزيرة الهجرة هتقول ووزارة الخارجية هتدخل ووزارة الخارجية هتدخل على الخط من غير ما هم منتبهين إلى فكرة حلم الثراء السريع اللي هو إيه؟ الناس بتبقى شايفة في شباب طلعوا وراحوا أوروبا
في هجرات غير شرعية، وبعدين بعتوا فلوس، الفلوس بنت بيوت وقصور وناس بقى معاها فلوس كتير في وقت قياسي، فيقول لك انا اصبر ليه؟ اشتغل ليه شغلانة واتعب واصحى الصبح وابذل مجهود؟ ما انا اروح وبختك يا ابو بخيت، ولو نجيت يبقى ايه الدنيا بقت لطيفة، وابعت فلوس وتبقى في بيوت ويبقى في ثروة كبير. هي دي الفكرة، هي دي المشكلة الأساسية، انه الناس لا تقنع بما لديها، وان الناس ما بقتش عايزة تبذل مجهود، وان الناس عايزة تختصر السنين. انا عارف ان الكلام ده هيزعل ناس ويقول لك انت جاي النهاردة تلوم الضحية. لا، انا ما بلومش الضحية، لانه يعني بعد تقديم العزاء لكل الاسر اللي فقدوا اولادهم في المركب اللي هي غرقت عند شواطئ اليونان، بالقرب من شواطئ اليونان، انا عايز اقول انه هؤلاء ضحية انفسهم وضحيه اهاليهم وضحيه رغبتهم في الثراء السريع وضحيه طمعهم الشديد جدا. واحنا لو ما ناقشناش الموضوع بالشكل ده يبقى بنهزر، لو ما ناقشناش الموضوع بالشكل ده يبقى احنا بنقول كلام بننافق به الناس. دي المركب، دي المركب اهي، المركب اللي كانت طالعه يعني عليها التقديرات، وانا هقول لحضراتكم المعلومات اللي في مصر والمعلومات اللي من مصادر خارجية، 750 واحد على المركب دي اهي. شوف منظر المركب دي، دي المركب، يعني صور احنا واخدينها من على صفحة الاستاذ والاخ الفاضل الاستاذ عصام عبد الصمد، يعني اللي هو الراجل ليه باع وشأن في المصريين في الخارج، من على صفحته. فدي دي صورة، شوف المركب، يعني اهي دي عليها 750 واحد، دول كده المركب، حتة المركب دي 750 واحد. هات الصورة، هات الصورة من زاوية تانية عشان تبقى باينة للناس. شوف التكدس اللي موجود على المركب شكله عامل ازاي، في الصورة، الصورة التانية اهي تكدس، شوف عامل ازاي المركب اهو طالعين، ودول طالعين يعني اللي هو ايه، اعتقد كل واحد بيطلع بايه بيتشاهد، لانه هو مش عارف هيوصل ولا مش هيوصل. طيب ايه المعلومات؟ في معلومات من مصر قالتها النهارده وزيرة الهجرة، وفي معلومات يمكن أدق شوية من مصادر وذكرها الأستاذ عصام عبد الصمد. الوزيرة بتقول إنه كانوا على المركب ما بين 400 ل 750. طبعا الفرق كبير، بس يعني ده كلام الوزيرة، ما بين 400 ل 750. ومن جنسيات مختلفة، في مصريين، في سوريين، في باكستانيين، في فلسطينيين. أعداد المصريين اللي مفقودين غير محدد، يعني محدش عارف عدد المصريين المفقودين. ليه؟ لأنه أنت عندك إجمالي الناجين، في كام واحد ناجي من المصريين؟ حوالي 43، 43 واحد، دول طلعوا يعني تم إنقاذهم أحياء، منهم 5 قُصر أطفال، 38 رجل اعمارهم ما بين 20 ل 40 سنه. يعني احنا طلع من السفينه دي، احنا تقريبا التقديرات بتقول انه عدد المصريين اللي كانوا على السفينه تقريبا يوصلوا لحوالي 400 450. فاللي نجا منهم 43، 5 قُصر و 38 رجل اعمارهم ما بين 20 ل 40 سنه. إجمالي اللي تم إنقاذهم من الجنسيات الأخرى 104، منهم 12 باكستاني و 47 سوري و 2 من فلسطين. دي أنا بقول لحضراتكم هنا المعلومات المصرية. طيب بيتم التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من 8 أفراد. التشكيل العصابي ده وجهت له تهمة أنه هو تسهيل هجرة غير شرعية والتسبب في قتل ضحايا والانتماء لمنظمة إجرامية. طب لما تروح بقى للمعلومات الأشمل شوية من المصادر الخارجية، المركب دي خرجت منين؟ خرجت من طبرق في ليبيا، كانت متجهة إلى إيطاليا، وعليها طبقا للمعلومات الخارجية 750 بالتحديد. يعني الوزيرة قالت من 400 ل 750، هو الناس بيقولوا لا 750. وعايز ثبت معانا الصوره، صوره الزحام اللي على السفينه دي عشان الناس تبقى شايفاه.
تمام. ف750 واحد اطفال ونساء وشباب ورجال، اطفال رايحين في هجرات غير شرعيه. الكلام بيقول انه انقلبت السفينه يعني قبل السواحل اليونانيه في جزيره مورا تقريبا، قبل السواحل اليونانيه ب70 كيلو من الشط، يعني على بعد 70 كيلو من الشط السفينه اتقلبت. في رواية تانية أعتقد أنها تخضع للتحقيق، أن السلطات اليونانية اكتشفت اقتراب هذا القارب غير الشرعي من شواطئها، فكان قفر السواحل بيجروا المركب فانقلبت أثناء جرها، هم كانوا بيجروا السفينة عشان ياخدوها. هي السفينة فين؟ اترصدت على بعد 70 كيلو. في رواية بتقول اهي، في دي السفينة جايبينها لكم فيديو كمان. يعني السفينة كانت على بعد 70 كيلو من الشواطئ اليونانية. في رواية بتقول يعني لسه كل ده التحقيقات هتحسبه، رواية بتقول انه السفينة غرقت. ما هو طبيعي بهذا الشكل اللي حضراتكم شايفينه تغرق. كويس؟ فاهي اللحظة دي، والفيديو يحسم الفكرة، لأنه في روايات بتروج الآن في الإعلام الغربي على فكرة انه يعني الخفر السواحل كانوا بيجروها فغرقت وهم بيجروها، لكن اهو السفينه قدام حضراتكم. طيب لما السفينه غرقت في 750 واحد خلاص بيلاقوا مصيرهم بقى، بيواجهوا يعني الجو اللي حضراتكم شايفينه ده في البحر. وعلى فكره المنطقه دي اللي غرقت فيها السفينه عمقها 5 كيلو، يعني على عمق 5 كيلو، يعني اللي غرقوا دول اللي ما طلعوش دول تحولوا الى غذاء لاسماك القرش. طيب الناس في اليونان عملوا عمليه انقاذ، شارك في عمليه الانقاذ دي 6 سفن لغفر السواحل وفرقاتة تابعه للبحريه اليونانيه وعربه نقل عسكريه وطائره مروحيه ويخت كان موجود بالصدفه بيملكه يعني احد المليارديرات، وعندنا صوره لليخت اللي شارك في عمليه الانقاذ، وبالاضافه الى ذلك بعض عدد من قوارب الانقاذ، لانه عدد كبير 750 واحد وبيتم انقاذهم. وزي ما قلت لحضراتكم تم انقاذ 104 من الرجال دي طبقا للمعلومات الخارجيه، وانتشال 78 جثه. 78 جثه يعني 104 من 750، فانت عندك كام كده؟ يبقى 646 واحد في البحر، منهم 100 طفل. يعني ال 750 دول تم انقاذ 104، ده هنا طبقا لايه؟ للمعلومات الخارجيه. الوزيره بتقول ان دول 104 من جنسات مختلفه، هم بيقولوا لا كل اللي تم انقاذه 104. 104 يعني في 646 واحد غرقوا مفقودين منهم 100 طفل. من بين الجثث اللي طلعت اللي هم ال 104 في 31 مصري و35 سوري و10 باكستانيين واثنين فلسطينيين. مأساة إنسانية بكل المقاييس، مقدرش تقول عليها إلا كده. لكن وإحنا بنناقش زي ما بقول، وفي ظل هذا الحادث المأساوي محدش يقدر يتكلم هنا، مفيش حد بيبرر لحد حاجة، ولكن إحنا بنفسر اللي بيحصل إن إحنا قدام حالة جنون. واحد يقول لك إيه يا عم البلد، وهي البلد لو موفرة لهم شغل وموفره لهم حياه هم كانوا سابوا البلد ومشيت. انا ممكن اقبل هذا الكلام في سنين سابقه، ممكن اقبله في سنين سابقه. طبعا عندك ازمه اقتصاديه محدش يقدر يتكلم، بس الناس اللي طلعوا دول اللي سافروا دول بقول لحضراتكم بيدفعوا من 300 400000 جنيه للسمسار عشان يطلع. يعني لو في 10 من قريه موجودين فدافعين من 300 400 ألف جنيه عن العشرة دول، يبقى معاهم راس مال حوالي 3-4 مليون جنيه فيقدروا يعملوا مشروع كويس. ولا هو المصريين دلوقتي
مكتوب عليهم يدوا فلوسهم اما للهجره غير سماسره الهجره غير الشرعيه، او يدوها للمستريحين يضيعوها. يعني ايه خيبه ايدي يا ربي؟ والله العظيم ايه خيبه ايدي؟ انت معاك. وبعدين هتلاقي الناس دي اللي عاملين جمعيات، واللي بايع الذهب بتاع العيله، واللي عنده مش عارف ارض باعها عشان يوفروا الفلوس دي. طب احنا هنا قدام حاله اعتقد محتاجه مزيد من التفكير، ومحتاجه ان احنا نحاسب نفسنا هنا. انه تيجي واحد يقول لك انت بتقول هذا الكلام في اطار الدفاع عن الحكومه اللي هي مفروض، مفروض ايه؟ انا بتكلم بجد والله العظيم، مفروض ايه؟ يعني انت ايه كقوانين كاجهزه امنيه منعت الهجره غير الشرعيه من عندك، فانت تخرج اهو. ده اليخت اللي ساهم في عمليه الانقاذ، كان موجود بالصدفه في المكان، واحد ملياردير يوناني يمتلك اليخت، فشغل اليخت عشان ينقذ الناس. فتسال السؤال، يعني انا خليني استمع وارجع اكلم حضراتكم تاني في هذا الموضوع. ده موضوع محتاج لمزيد من النقاش والتساؤلات، كل واحد يسال نفسه ويفكر فيه. بس انا حابب استمع من يعني زميلتي الاستاذه ولاء القاضي مراسله جريده الدستور في محافظه المنوفيه، لانها التقت بعدد من الاسر اللي ليهم ولاد كانوا في هذه السفينه. معايا ولاء؟ مع حضرتك يا دكتور. طيب قولي لي انت الاول ما المعلومه دي جات لك امتى، وبداتي اشتغلت ازاي، وكلمت مين، وقالوا لك ايه عن اللي حاصل؟ اولا احنا يعني قرينا الخبر عادي جدا زي اي حد بيقرا خبر ان في مركب غرقت في طبرق زي كل مره. دي طبعا حاجه مش جديده وبتحصل دايما للشباب اللي هم هاجروا هجره غير شرعيه. فجاه اتفاجئنا ان في من محافظه المنوفيه عدد كبير جدا بيتشير اسماء كتير وبتشير صور لشباب كتير على صفحات معينه اللي هي الصفحات زي ما حضرتك عارف المنتشره في كل مكان. وجدنا طبعا في كمان الاقوال بدات تتضارب كتير جدا بين الاعداد من كل قريه مثلا، يعني مثلا اتقال لنا ان او اشيع ان في قريه اسمها قريه البتنون تبع المركز شبين الكوم، اتقال ان في منها 75 شخص سافروا مفقودين. لما نزلنا القريه وجدنا ان هم من قريه البتنون البتنون التابع لمركز شبين الكوم يا فندم. اتقال ان في 75 واحد من البتنون، ان في 75 شاب فقدوه على المركب من القريه. لما نزلنا القريه ورصدنا وجدنا ان هم 9 شباب فقط اللي تم ان هم كانوا موجودين فعلا على المركب وسافروا من حوالي اكتر من شهرين و10 ايام، والفتره دي كلها كانوا متخزنين في مكان غير ادمي في بطن مركب. طبعا الوضع في القرى المأساوية. عندنا كمان عندك في المنوفية يا دكتور قرية اسمها قرية زنار. اتفضل يا دكتور. يعني اتقال على قرى تانية، قولي لي برضو القرى التانية اللي عندنا قرية مثلا اسمها قرية زنار، اتقال برضو ان في 100 واحد يعني فقدوا في القرية، ان مركز تلة من القرية دي تبع مركز تلة قرية زنارة. مشهورة جدا، مشهور جدا بمركز تلة ان هم بيسافروا او بيسفروا اولادهم بره، حتى يقال عليها ان هي ايطاليا يعني. من كتر ما بيسفروا الناس عندهم بره. ف طب اسالك على حاجه، يعني انت بتقولي تالا بيسموها ايطاليا، وكان في قرى تانية بيسموها برضو ايطاليا في يعني في المنوفيه في ايوه. المستوى الاقتصادي في القريه دي ايه؟ مستوى الاقتصادي كويس جدا يا دكتور. وعايزه اقول لحضرتك حاجه واقولها كمان، يعني حابه ان انا انوه عنها للساده المشاهدين، ان تكلفه لما قعدنا مع الناس وسالنا عن تكلفه السفر بيدفع في الاول 160 الف جنيه يا دكتور. 160 الف جنيه في الاول لو بدا بهم مشروع. ايوه يعني عشان يسافر لازم بيدفع اول حاجه كده 160 الف جنيه. وبعدين وبعد كده هم بيتعاملوا معاهم هناك، ما اعرفش بقى هم بياخدوا، لانه الراجل قال لي ان هم خدوا منه في الاول 160 الف. تمام لان انا من شويه كنت بقول انه تكلفه الحكايه كلها بتوصل ما بين 300 400 الف، فانت بتقولي بياخدوا ممكن واكتر على حسب السمسار يا دكتور. بس ده اللي انا بقول لحضرتك، ده حد من الاشخاص اللي انا قابلتهم واتكلمت معاهم. طبعا يا دكتور 160 الف ده مبلغ كويس جدا انه يبدا مشروع صغير، مشروع محترم يبدا بيه في وسط ناس. طب الاهالي بيقولوا ايه؟ انت قعدتي معاهم وانا
الحقيقه انا يمكن كنت بتكلم معاكي قبل الهوا، قلت لك انا الاهالي يعني كلامهم معروف ومحدد، انت سمعتي منهم ايه؟ سمعنا يا دكتور ان هم وضعهم مأساوي، وان لو عاد بهم الزمن تاني مستحيل يعملوا كده. فيه اللي يعني هقول لك بقى اللي حيلته واللي وراه واللي قدامه، وخلى ابنه ساب الامتحانات وسافر علشان يجهز مثلا اخواته. طبعا يعني خلاص، ما هو لحد دلوقتي مش عارف عنه اي حاجه. في شخص تاني هم حكوا لي عنه ان هو ده، بس ده كان من فتره قبل كده، ان هو انتحر بسبب ان ابنه قطر هو استلف فلوس علشان خاطر يسفر ابنه، فابنه رجع له تاني، معرفش يسافر، يعني معرفوش يهربوه. تمام، فلما رجع تاني الراجل انتحر من كتر الديانه اللي رايحه جايه عليه، يعني ومبقاش عارف يعمل ايه. هو استدان، استلف عشان يسفر ابنه، فابنه استلف فشل عشان في السفر فالراجل انتحر. انتحر ابنه، ما عرفش يسدد فلوس السفر. يعني هو لو كان قعد كانت كل حاجه هتمشي زي الفل. يعني حضرتك متخيل القمه؟ المشكله في الفكر عندنا، مشكله في التفكير، ان انا اسفر ابني هيجيب لي، هيرجع بشوال ذهب بعد شهرين. طب ما انا لو هسفره هسفره سفر يعني اكون محافظ عليه وعلى روحه. كل يوم بنسمع اخبار الهجره الغير شرعيه، الناس بتموت طب وبترجع انا ميته والدنيا بتتفقد. هسألك سؤال، اتفضل يا دكتور. القرى اللي طلع منها الشباب دول، هل كان في موجات هجرة غير شرعية فيها قبل كده؟ يعني في حصل حوادث في هجرة شرعية قبل كده؟ والله يا دكتور انا بصراحه يعني المعلومه مش انا بسألك على اللي انت تعرفيها ولا. ايوه، لا الصراحه المعلومه انا مش عارفاها، بس الكرة دي فعلا بتصدر ناس كتير، هي معروفه ان هي فعلا مصدره للعماله بره مصر. وفي بقى الهجره شرعيه، وفي ناس بتسافر هجره عاديه، في مثلا ابن عمه بياخده، في ابن خاله بياخده، زي ما متعارف عليه. لكن الهجره غير شرعيه دي كل مره لازم بيحصل فيها مشكله كبيره، في اللي صحيح بيرجع صحيح وفي اللي بيحصل بيه ازمه، زي الايه، زي ما شفنا النهارده، زي ما شفنا اليومين دول في مركب اللي غرقت في طوب. صحيح. طبعا يعني انا بشكرك ولاء القاضي مراسل الدستور من المنوفيه، يعني كلامها كمان بيكشف حاجه مهمه جدا. دي حاله اهي، كويس ان ذكرتها. يعني في اب سفر ابنه عشان قالت عشان يجهز اخواته البنات. هنا برضو المجتمع بتاعنا مجتمع متوحش فعلا، يعني مجتمع مفترس. ما هو الراجل ده عايز يجهز بنته، الجهاز بقى بتاع مصر اللي هو يجيب لها مش عارف ايه، تلاجة ودي فريزر وثلاث غسالات، ويجيب لها مش عارف ايه، ويجيب لها ايه، ويجيب لها ايه. احنا اللي بنعمل في نفسنا كده. وانا زي ما بقول لحضراتكم، احنا محتاجين نفكر في الموضوع اذا كنت بتتكلم على دولة منعه الهجرة من عندها وبحسب، فيقوموا خارجين مع سماسرة يروحوا ليبيا، وانتوا عارفين وضع ليبيا عامل ازاي، فيتعرضوا الى رحلة غير انسانية وغير ادمية ممكن يموتوا فيها، وفي ناس بتموت قبل ما توصل للمركب، وبعدين يتشحنوا في المركب بالشكل اللي حضراتكم شفتوه معانا ده. شكله مخيف اصلا، يعني ده لو مشهد في فيلم رعب كده مش هيعملوه بالشكل ده، يعني لو في مخرج وسيناريست وبتاع مش هيعملوه بالشكل ده. فيروحوا في الرحله دي ليه؟ جريا وراء ايه؟ سعيا وراء ايه؟ ما هو انت لو بتهاجر هجره شرعيه وبتسافر وعندك امكانيات ومؤهل وتروح تشتغل، تمام. انما انت معظم قالت لك طلع الواد من الامتحان وسفره. طلع ابنه من الامتحان، يعني طلع ابنه من الامتحان ده، ابنه ده ما عندوش اي كفاءه. مفيش أي كفاءة. أنا هنا لا أجلد الضحية، ما بقومش بجلد الضحية، أنا صعبان عليا الناس وصعبان عليا الأهالي، بس في الآخر يا جماعة ليه نضيع وضع مستقر هنا عشان تروح تقابل موت محقق مش محتمل؟ يعني الموت في الهجرات غير الشرعية موت مؤكد مش محتمل، أو على الأقل احتمالية حدوثه أكبر بكتير جدا من احتمالية عدم حدوثه. انت قاعد قدام يعني مأساة نقدر ما نوصلش ليها. نقدر. ناس كتير يقول لك اصل هو قدرهم كده وهو لا، يعني ما هو انت في حاجات بتؤجل القدر وتعطل القدر. مش هيقول لك انه الدعاء مثلا، الدعاء احيانا يغير القدر.
مش مؤمنين بده. انا شايف ان العقل احيانا يمكن ان يغير القدر. انت رايح تلقي يا رب، ولذلك ربنا قال لك ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، ما تروحش ترمي نفسك في التهلكه. انا الحقيقه والله باسف اسف يعني كبير، بتقدم بالعزاء لكل الاسر اللي فقدوا اولادهم في المركب ده، ويبدو ان احنا فقدنا عدد كبير، يعني عدد كبير من المصريين فقدوا في هذا الحادث، بتقدم اليوم بالعزاء طبعا، يعني قلبي عندهم كلهم. لكن يا جماعة يعني ناخد من الموضوع عظة، وناخد من الموضوع عبرة، ما نرميش ولادنا في النار، ما تروحش تستلف زي الراجل اللي استلف، صفر ابنه، ابنه فشل انتحر لانه الديانة قاعدين يطبلوا على البيت ويخبطوا على البيت. احنا بنعمل في نفسنا كده ليه؟ بنعمل في نفسنا كده ليه؟ زي ما بقول يعني فلوسنا يا تروح للمستريحين ينصبوا علينا، يا نلمها وندفعها للسماسرة ولادنا يموتوا. مين يقول كده؟ اي عقل يقول كده؟ فلوس مع الناس اهي اشتغل بيها، بس الناس مش عاوزه تشتغل، مش عاوزه تجتهد، مش عاوزه تبذل مجهود، مش عاوزه تصبر على انه العائد بتاع المشروع. ايه النفاق اللي بيحصل في المجتمع انك تبعت الواد عشان يجهز البنات عشان الحاجات تتزف كده في الشارع، وناس يقول لك ابوها جاب لها وابوها ما جابلهاش. يا اخي غور الجواز، هو ابنك مات، لا ابنك مات والفلوس راحت والبنات ربنا اعلم بيه. العقل العقل، ربنا يعني يخلي لكم اولادكم، وربنا يحافظ على اولادكم، الناس تتعامل بالعقل ارجوكم. وعزائنا لكل الاسر، ويا ريت محدش يشوف في حد عزيز عليه اي شر او اي ماساه من اللي احنا شايفينها دي. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده بدا الماراثون الحقيقي لامتحانات الثانويه العامه، ماده اللغه العربيه الامتحان الاول في المواد بقى اللي هي بتضاف للمجموع. الاسبوع اللي فات كان في امتحانات في بعض المواد اللي هي لا تضاف للمجموع، لكن النهارده اللي هو ايه السباق الجد بقى. الثانويه العامه مهما يغيروا نظامها، مهما يغيروا نظام اسئلتها، مهما يقولوا او يعيدوا عليها، لكن بتظل نقطة مفصلية في حياة الأسر في مصر وفي حياة الطلبة بتوع الثانوية، لأنه السنة دي هي اللي بتحدد أنت هتبقى إيه وهتعمل إيه في حياتك، يا إما تبقى حاجة كويسة يا إما يعني إيه كل سنة وأنت طيب. لكن أنا وقفت عند بعض الملاحظات النهاردة في اليوم. أول حاجة، الناس لسه بتتكلم عن تسريب الامتحان، والمواقع مواقع الكترونية بما فيهم احنا يعني، فيقول لك ايه تسريب امتحان اللغة العربية، بعد دقائق الامتحان يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، شاومينج وما ادراك ما شاومينج، مش عارف عاملة ايه. كويس، هنا الفكرة في ايه؟ تسريب الامتحان، تسريب الامتحان شيء، وانه في طالب صور الامتحان ده وبعته فحد نزله حاجة تانية. تسريب الامتحان معناه انه تسريب جماعي، يعني خرج من الغرف بتاعته المحصنة المؤمنة والناس عرفته فانتشر على شكل واسع، ده التسريب اللي انا افهمه. فيبقى ايه الامتحان؟ قبل ما الورق يوصل للطلبة يتم تسريبه، ده التسريب. لكن اللي بيحصل ده عبارة عن جريمة، طالب بقى ولا اتنين ولا بتاع بمخالفة ما صور الامتحان واتبعت، ففي قناة على التليجرام نشرت الامتحان، الناس بدأت تتداوله، ده ما نقدرش نقول عليه تسريب، ما نقدرش نقول عليه تسريب. طيب فيجوا يقولوا ايه؟ انه لا الامتحان اتنشر قبل اللجنة. في ناس بتقول الكلام ده. طب لو الامتحان انتشر قبل اللجنة يبقى تسريب. انا بقول لحضراتكم اهو، يعني اول ما تبدا اللجنه بتاعت الامتحان، لو الامتحان انتشر على المواقع او على السوشيال ميديا بعد اللجنه ما تبدا، ده مش تسريب. لو قبل يبقى تسريب. طيب وزاره التعليم طلعت ايه؟ طلعت بيان زميلنا العزيز الاستاذ شادي زلطه المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم،
يا ريت يا حازم لو تجيب لنا الاستاذ شادي على التليفون. طلع تصريح وقال ان صور ورقه الامتحان بتاع العربي دي اللي تم تداولها قبل بدايه انطلاق امتحان ماده اللغه العربيه، يبقى هنا بيان الوزاره بيعترف انه ورقه الامتحان تم تداولها قبل بدايه الامتحان، يبقى هنا تسريب. بس هو بيقول ايه؟ انه الورقه دي غير صحيحه وليس لها اي علاقه بماده امتحان اليوم. كويس؟ يبقى اذا ايه؟ في هنا لبس احنا محتاجين نفهمه، لانه التطمينات اللي جايه انه مفيش تسريب في الامتحانات. يعني ايه مفيش تسريب؟ يعني الامتحان ما بيظهرش قبل اللجنه، اللي بيظهر بعد اللجنه ده مخالفه. طيب لو معانا طب حاولوا كلموا شادي، او كلموا يعني معالي الوزير، معالي الوزير الدكتور رضا حجازي يبقى معانا يعني. طب مين يشهد على الحكايه دي؟ يعني مين يقول لنا الحكايه دي نفصل فيها؟ احنا معانا الطالبه ملك رضا من طلاب الثانويه العامه. ملك معانا يا شباب؟ يا ملك الو، ازيك؟ عامله ايه يا ملك؟ مساء الخير يا دكتور. سامعاني؟ اه سامع حضرتك. انت في مدرسه ايه يا ملك؟ قاسم امين. قاسم امين. طيب الامتحان قولي لي بشكل عام النهارده امتحان العربي كان عامل ايه؟ كان سهل وكان كويس جدا. اي طالب حتى المتوسط يعرف يحله، هو النحو بس اللي كان فيه تريكات. ما هو النحو، النحو طول عمره متعب يعني. ما فيش امتحان بيخلو من التريكات، فهم طبعا كانوا جايبين شويه تريكات في النحو. طيب وحكايه ايه؟ حكايه اللي هي تلات العاشره دي، ايه حكايه دي؟ ايه؟ في كده الناس قاعده تتكلم ان كان في سؤال انه تلات العاشره اللي هم التاسعه، اللي هو بيقولوا اللي هم سموها تلت التاسعه. بالظبط. ده كان ايه السؤال ده؟ كان عدد الساعات التي يقضيها الفلبين وتايلاند والبرازيل على الانترنت. هي كانت مكتوبه في القطعه 9، فانا خليتها 9. فالمستر وهو بيراجع معانا بعد الامتحان قال لنا انها 9 صح. 9 وايه؟ انها 9 صح. 9 صح يعني. لكن لا، نص السؤال نفسه كان ايه؟ كم عدد الساعات ايوه التي يقضيها الفلبين وتايلاند والبرازيل على وسائل التواصل الاجتماعي؟ طيب دول كانوا 9 ساعات. طب السؤال ده كان في اطار ايه؟ ده في قطعه ولا في ايه؟ القراءه المتحرره. في القراءه المتحرره. ايوه. لكن ايه حكايه تلت التاسعه دي؟ ايه تلت دي؟ انت تابعت الحكايه دي؟ هما كانوا كاتبين تلت هما يقضون تلت ساعات على التواصل الاجتماعي، بس هي كانت مكتوبه في القطعه 9 ساعات، فانا عملتها 9 ساعات. فالمستر وهو بيراجع قال لنا انها صح. انها صح. طيب هسألك سؤال تاني، انت شفتي الورق اللي اتسرب للامتحان؟ لا، ما كنتش مهتمة بيه لأن أنا كنت معتمد على مجهودي وما ركزتش في الحاجات دي. لا، طب هسألك سؤال تاني، أنت عرفتي إنه في نماذج من الامتحان ده متسربة قبل اللجنة ولا بعد؟ ولا بعد ما خرجتي؟ بعد ما خرجت. بعد ما خرجت، لكن قبل ما تدخلي اللجنة ما تعرفيش إنه في حاجة موجودة ولا نماذج موجودة؟ لا. تمام. أنا بشكرك يا ملك، وبالتوفيق إن شاء الله في الامتحانات اللي جاية. شد شكرا حيلك يا دكتور. شد حيلك. طيب فسيبنا من حكايه، لانه احيانا احنا بنقعد نخترع حاجات كده، اقول لك سؤال وتلت التاسعه وناس يقول لك ما تلت التاسعه معروف ان هي 3، وبعدين يقول لك لا ده هي امتحان عربي فتبقى تلت التاسعه، يعني عقبه التاسعه فتبقى 10، والحقيقه حاجه تانية خالص، يعني السؤال حاجه تانية خالص، ما حدش مركز. كلنا بنعاني من عدم التركيز تقريبا. طيب يظل السؤال بقى اللي الوزارة لازم تبقى واضحة وصريحة في الإجابة عليه. هنا أنا ما بشككش في تصريح المتحدث الرسمي في وزارة التعليم، بشككش، يعني هو قال إنه النماذج اللي انتشرت عبر السوشيال ميديا لامتحان اللغة العربية غير صحيحة وليس لها علاقة بأي علاقة بمادة امتحان اليوم، هو قال كده. لكن أنا زي ما بقول الكلام في البيان بتاعه قال إنه ورقة الامتحان اللي تم تداولها
قبل بداية انطلاق امتحان مادة اللغة، قبل الانطلاق. فمحتاجين بس ايه، يبقى البيان اوضح شوية، ومحتاجين الناس في الوزارة يتكلموا معانا. شادي وصل يا شباب في اجتماع؟ طب ما يطلع من الاجتماع يكلمنا. يعني احنا عندنا مشكلة كمان في التواصل مع المسؤولين الحكوميين تقريبا، يعني لانه ما هو احنا معترفين ان الحكومة بتشتغل وبتطلع بيانات، بس الناس الحكومة لازم تتكلم مع الناس، لازم تشرح، لازم توضح، لازم الناس تسألها، واحنا لسان الناس فنسأل المسؤولين. لكن على اي حال زي ما بقول لحضراتكم، احنا نتمنى انه ده ما يحصلش، وبعدين يبقى في تعامل اكثر حسما مع الصفحات اللي بتقول ان انا عندي الامتحان. ما هو ده بيعمل نوع من التشتت، كويس؟ يعني خاصه انه الولاد في الثانويه العامه احنا بنتعامل معاهم تعامل قُصّر. يعني ده طالب ثانويه عامه خلاص، يعني هوب شهرين ثلاثه يبقى في الجامعه. فالصور، انا شفت صور اللي هو الاهالي اللي مستنيين ولادهم قدام المدارس، حاجه غريبه جدا والله العظيم. اهو يعني صور الاهالي قاعدين قدام المدارس مستنيين الولاد يخلصوا الامتحان. كانت بتحصل كتير، يعني بتحصل طول الوقت كل سنه. بس لا يا جماعه، ما ينفعش. يعني هو انت ابنك، يعني ابنك رايح الامتحان، تقعد قدام المدرسه بتعمل ايه؟ سيب ابنك يروح المدرسه لوحده ويرجع لوحده وانا يطمنك. انما الاهالي بيروحوا وبيقعدوا ويستنوا، وبعدين ايه، قاعدين بقى يعني اللي هو اللي بيدعي واللي بيقرا قران واللي بيقرا في الانجيل، يعني اللي هو ايه، في حاله كده. دي بتصعب على الولاد كمان الموضوع، يعني بتعمل عمليه من الارهاب العائلي اذا جاز التعبير. تمام. انا يعني ما يقول لنا الكلام ده يا جماعه. تمام. يعني احنا بعت لنا الاستاذ شادي زلطه على الواتس رساله بيقول انه ده مش تسريب، لانه تم تداول الورقه دي بعد بدايه الامتحان بنص ساعه. تمام. واتمسك كام واحد؟ الولاد اللي سربوا اتمسكوا. طيب، يبقى هنا البيان اللي طلع ما كانش دقيق قوي، لانه قال لك انه الورقه اللي تم تداولها قبل بدايه انطلاق امتحان اللغه العربيه. تمام. فاذا اللي تم تداوله قبل الامتحان بيقولوا ان ده مش امتحان السنه دي، لكن امتحان السنه دي بيقول ان تم تداوله بعدها بنص ساعه من بدايه الامتحان، وهم مسكوا الولاد. طيب تمام، يعني كده نوروا المحكمه. فبقول حكايه انه ايه، انا بحذر من الارهاب الاسري لطلاب الثانويه العامه، ارهاب اسري اللي هو ايه، نازلين العيله رايحه واخده الواد ورايحين الامتحان وبتاع، تحسوا مدخلينه غرفه عمليات داخل يعمل عمليه. لا، خلوا المساله طبيعيه، يعني الولاد يروحوا الامتحان وبتاع، مش ناقصه تعب اعصاب. طيب، النهارده كان فيه، وانا بقول لحضراتكم طول الوقت على الحكايه دي، حكايه الشائعات اللي بتطلع اللي بيبقى لها هدف، اللي بيبقى لها هدف. مصر، النظام، الحكومه، المؤسسات، الاعلام، الشعب عاوزين البلد دي تبقى بلد ناجحه. لا، في اخرين حابين ان هم يصوروا البلد دي بلد فاشله، فيطلع اشاعات من قبيل ايه؟ يقول لك انه في عجز في السلع والمنتجات الغذائيه في الاسواق. ليه؟ لانه ده مؤشر. يعني هو ليه بيجي بيضرب الشائعه دي تحديدا؟ لانه هو عارف ان ده مؤشر انه لو في نقص في السلع والاغذيه يبقى خلاص انت كده في مرحله خطر. يطلع الرئيس ويطلع رئيس الحكومه ويطلع وزير التموين فيقول لك ان احنا عندنا احتياطي، وكان معانا الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين الاسبوع اللي فات، واتكلم بوضوح على الاحتياطي بتاع السلع اللي موجوده والمؤسسات اللي بتضخ سلع في السوق، ومفيش نقص. لكن هو تيجي الشائعه بمنطق الشائعه ده يقول لك انه فيه نقص. في ليه؟ لانه عايز يرسم صوره معينه اعتقد انه الناس يعني بتكدبها على الارض. ما هي الناس بتنزل الاسواق وبتنزل تشتري وبتاع وما بتلاقيش هذا النقص. بس هو التاكيد على ايه؟ انه مطلقي الشائعات مش هيتوقفوا. وخلي بالكم احنا داخلين
بنحتفل ب 30 يونيو، 10 سنين على 30 يونيو، وداخلين بعد كده انتخابات رئاسية. فهتلاقي الفترة اللي جاية دي فترة فيها انتعاش لسوء الشائعات. فأنا يعني بنبه يعني، أنا بشكر طبعا الأستاذ شادي زلط زميلنا العزيز، لأنه في اجتماع فبعت لنا بس يوضح الموضوع، فلازم نأكد على ده. فبقول لحضراتكم الفترة اللي جاية فترة فيها انتعاش لسوق الشائعات، فأرجو أن الناس تنتبه والناس تاخد بالها، لأنه الفترة اللي جاية فترة فيها حراك سياسي كبير، ومش عاوزين حد يشككنا في اللي احنا شايفينه بعينينا. أرجوكم خلونا نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم في قضية عندنا. رئيس حزب الوفد أعلن ترشحه رسميا، أعلن ترشحه لي في الانتخابات الرئاسية القادمة. إيه اللي حصل وليه بيترشح وهيعمل إيه؟ خلونا نتكلم في ده بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. من أيام كان الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد في لقاء مع الزميل العزيز الأستاذ نشأت الديهي، واتكلم عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة. النهاردة حزب الوفد بيعلن رسمي أنه الهيئة العليا للحزب اتفقت بنسبة 90% على أن يكون الدكتور عبد السند هو مرشحها في الانتخابات الرئاسية القادمة. وأعتقد إذا كنا جادين فلا بد أن نتفاعل بجدية مع كل من يعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة. ليه؟ لأنه في ناس بيحكمها الهوى، بمعنى مؤمن انه في ناس عايزه تفسد المشهد السياسي في مصر طول الوقت، وعايزه تحول المشهد السياسي في مصر الى مشهد هزلي. فلما يجي رئيس حزب زي حزب الوفد ليه اعضاء كتير وليه ناس مهمه في البرلمان وتاريخ، فيجي يقول انا هترشح، فتلاقي الناس بتدخل مداخل معينه للتعليق على هذا الخبر، تستهين بيه، تقول لا ده هو جاي يلعب دور فقط، لا ده هو مش جاد فيه، في حين انه في مرشحين اخرين يتعاملوا معاهم وكانه ايه يعني المنقذ. فانا هنا طول الوقت هنتعامل بجديه شديده مع من يعلنون ترشحهم، واللي هو ايه مش بفكره الاحتفاء. احنا اي حد هيجي يقول لك انا هترشح للرئاسه لابد ان يبقى في سؤال، ليه وهتعمل ايه وايه برنامجك وايه افكارك وانت جاي منين ورايح فين واتجاهاتك ايه وانتماءاتك لمين وتحالفاتك مع مين. دي كلها اسئله طبيعيه لابد ان تطرح، لانه بمجرد ان يعلن احدهم انه سيرشح نفسه للرئاسه فهو كده بيبقى ايه في مرمى الهدف للراي العام. تعال نتكلم. لكن ايه اللي حصل في الوفد؟ يعني لماذا استقر حزب الوفد، الهيئة العليا لحزب الوفد، على أن يكون رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة هو مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة؟ خلونا نستمع من سيادة النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة البرلمان وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد. سيادة النائب أهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور محمد؟ طمنا عليك، كله تمام؟ كله تمام يا دكتور محمد. طيب قبل الرأي والتحليل والتفسير هنسأل عن الخبر. يعني على الصفحة الأولى لجريدة الوفد تم إعلان إنه الهيئة العليا بنسبة 90% اتفقت على أن يكون الدكتور عبد السند يمامة هو مرشح حزب الوفد في الانتخابات الرئاسية القادمة. الحدث أولا يا فندم، الخبر يعني كيف تم الوصول إلى هذا القرار؟ المناقشات اللي سبقت، الاتصالات، الترتيبات قبل إعلان هذا الخبر. والله هو في الفترة الأخيرة طبعا لا يخفى على حضرتك إنه إحنا مقبلين على انتخابات رئاسية. حزب الوفد بيمثل يعني أحد أهم الروافد السياسية والحزبية في الشرق الأوسط وفي مصر.
فهو يعني معني بهذا الامر بشكل كبير. السيد رئيس الحزب الدكتور عبد السند بدا يدعو اعضاء الهيئه العليا مجموعات على مجموعتين او على ثلاثه لامر مهم جدا، وهو هل يشارك الحزب في انتخابات رئاسيه ولا لا؟ ده الاول، ده السؤال الاولاني، ده الستارت بتاع الحكايه. ندخل ولا نتفرج؟ هو ده اللي كان مطروح. فاجتمعنا معاه مجموعات، كنت انا ومجموعه من الهيئه العليا، وانتهينا الى انه لا ان شاء الله نشارك. فتجاوزنا هذا الامر وعبرناه، طب نشارك وبقدر الحدث يكون قدر المشارك. طب هنشارك في انتخابات رئاسيه، يبقى لابد ان احنا نبدا على طول فورا نقدم احسن ما لدينا او اجود ما لدينا، او يعني اللي هو بقى المرشح. يعني انتوا الاول حسمتوا الموقف ان انتوا هتشاركوا كحزب، تمام، ثم جاء الدور على هنشارك بمين، يعني مين هيبقى المرشح بتاعنا، تمام. واستقر الراي في بنسبه في فيما اجتمعوا معي امامي بالاجماع ان احنا نشارك، ونشارك بالدكتور عبد السند مرشحا للرئاسه في الانتخابات القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. وعشان كده حبينا ان احنا على طول نبقى لدينا الجراه والقدره ان احنا نقول هذا الكلام ونعلنه ونوثقه. يعني احنا كتبنا ومضينا يعني قدمنا للدكتور، كلنا كنا اعضاء هيئه عليا، فقدمنا يعني ما يدل على موافقتنا، ثم تلانا اجتماع اخر، ثم تلانا اجتماع اخر، وانتهت بنسبه 53 عضو من 60. 53 هم كل من دعوا، يعني هو دعا 53 وافقوا ورحبوا ووقعوا ووثقوا. هذه هي ملابسات فتره. طب هسال حضرتك سؤال، يعني ما الذي اختلف بالنسبه للحزب ما بين 2018 و في انتخابات 24 اهو؟ انه في 2018 لم يدفع الحزب بمرشح، لم يشارك، النهارده بيشارك، ايه اللي اتغير بالنسبه للحزب؟ اتغير بالنسبه للحزب ولا بالنسبه للمشهد كله؟ لا سؤالك يعني بالنسبه للحزب. يعني ما الذي تغير امام الحزب حتى يدفع بمرشح؟ تغير في الحزب اولا القدره على اتخاذ قرار المشاركه نتيجه المناخ الذي يجب ان يشارك فيه الحزب، والظروف التي يجب ان يشارك فيها الحزب في الانتخابات. 2018 كان لها ظروفها المحيطه بيها، ويسال فيها ممن يعني حجبوا يعني الحزب عن الممارسه، وكلفوه بعده عن الشارع وبعده عن المواطن وخروجه من المشهد. هو الحزب السياسي معمول ليه يا دكتور محمد؟ الحزب السياسي دوره الاول ومقصده الاول وهدفه الاول هو الحصول على الحكم والوصول اليه، فاذا لم ينجح اصبح في صفوف المعارضه، وبالتالي هو مبتغاه ان ينافس في الانتخابات. كون ان انا اتقاعس مره واثنين وما ادخلش وارجع لورا معناها امر طبعا يسالوا فيه، لكن الان الظروف تغيرت، الان الحزب عايز يعني يعيد الى قواعده وكوادره. خلي بالك الحزب يا دكتور محمد، وده كلام يعني ارجو انه اكيد انت حافظه احسن مني وعارفه. اتفضل يا فندم، اتفضل. لكن لدينا بشكل قاطع كوادر في كل المراكز وكل المحافظات. لدينا في ال 26 27 محافظه 27 مقر عام للمحافظه. لدينا 200 لجنه في المراكز. لدينا 30 لجنه نوعيه متخصصه. لدينا هيئه عليا. لدى الحزب ده لو شفت حضرتك وانت متابع بشكل جيد، الحزب الوحيد في الشرق الاوسط اللي عمل في سنه 22 23 اربع انتخابات. اربع انتخابات حره نزيهه بيشرف عليها القضاء، الحزب اجراها. اجرى انتخابات الهيئه العليا، واجرى انتخابات اللجان، واجرى انتخابات رئاسه الحزب، وشهدت انتخابات رئاسه الحزب صراعا شديدا بسيد الاستاذ المستشار. طب حضرتك لما بتشير يا سيادة النائب لانه احنا عندنا المقرات اللي في المحافظات وعندنا اللجان كذا والهيئه العليا، يعني احنا
خدنا مسألة الجرأة في انك تعلن، هنتكلم في القدرة. يعني الحزب لديه امكانيات وكوادر ولديه برنامج، لانه لابد ان يكون هناك برنامج، لديه برنامج يتقدم به للشعب. يعني انتوا هتشتغلوا على البرنامج ازاي؟ الفريق اللي هيبقى في الحملة بتاعه الدكتور عبد السند، يعني احنا عرفنا ان هو عين الاستاذ ياسر الهضيبي متحدث رسمي. تمام. لكن تمام. الترتيبات دي ايه اللي حصل فيها، ولا ده لسه ما اشتغلش؟ لا لا لا، كل ده شوف يا دكتور محمد، ان لم يملك الوفد رؤيه، وان لم يملك الوفد برنامج، لن يملك حزب في مصر لا رؤيه ولا برنامج. واحد. اثنين، ان لم نكن مستعدين وقادرين على خوض هذه الانتخابات ابتغاء المنافسه وابتغاء الوصول الى 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 عمل يرضى عنه المصريين ونحتكم فيه للصندوق وللناخبين، مش داخلين الامر بشكل واضح وبشكل جلي. نعم لدينا، لدينا القدره، ولو القدره مش عند الوفد هتبقى عند مين؟ الوفد اللي اقدم حزب بعد حزب المؤتمر الهندي، لو مش عنده هتبقى عند مين؟ وهنفضل نتراجع لامتى؟ وبعدين انا يعني انا ليه يعني لما حضرتك الاعداد اتصل بيا يا محمد بيه ما رجعتش لورا وانزويت وخفت يقولوا على الكلام اللي كل ليله بالليل بنسمعه بشكل مهين؟ هو احنا النهارده هنبقى يعني هنعلي فكره ما يقال عندي في البلد في الفلاحين في ديكيرنس الغجريه ست جيرانها؟ يعني كل اللي هتشتم واللي هي دي اللي هتفوز؟ الامر بقى محتاج مواجهه، الامر صحيح محتاج صحيح صحيح. يعني احنا مش هنخاف، مش ما يعني يحاك بالمشهد لافساد المشهد الانتخابي وافساد الاستحقاق اللي احنا مقدمين عليه، في اني اخوف طارق عبد العزيز بان اقول عليه خلي بالك ده انت هتبقى سنيد ولا هتبقى مش عارف ايه ولا كومبارس، وبعدين اخوف غيره بانه لا ده خلي بالك انت بتقطع النظام، وبعدين اخوف الثالث هيفضلوا يخوفوا لغايه ما يخلوا ما حدش يدخل الانتخابات دي، وبالتالي لما يبقى الرئيس عبد الفتاح لوحده، عبد الفتاح السيسي لوحده، نرجع نقول شوف اقصى الناس وبتاع. لا، احنا هندخل الانتخابات هننافس فيها. ده اللي انا كنت بتكلم عليه، انه في من يريد افساد المشهد السياسي وتفريغه وتفريغ الانتخابات الرئاسيه من مضمونها الحقيقي، لانه احنا ما هو طبيعي انه هيبقى في واحد بس اللي بيفوز، المتنافسين بيقدموا نفسهم وبيقدموا برامجهم ويبقى في حاله من النقاش وامام الراي العام بشكل عام. فيعني انا اسمن هذه الخطوه وان شاء الله نبقى متواصلين. عايز اقول لك حاجه يا دكتور محمد اخيره. اتفضل. اذا ما حاولناش وتقدمنا بهذا الشكل، على فكره لغه الوفد لن تتغير. مش هنشتم وهنحترم الكل، هنحترم طبعا وبنحترم السيد الرئيس، بنحترم كل من سيطرح نفسه للترشيح، سواء كان الاخ حسام بدراوي سواء كان الاخ احمد طنطاوي، هنخاطب الجميع بلغه الوفد وهي لغه الادب ولغه الاحترام ولغه التقدير، فلا يقال علينا ان احنا بنحترم احد ونترك احد. لا، هي لغتنا، هي مبادئنا، هي طريقتنا، هنقدم نفسنا للجميع باللغه التي نجيد التحدث بيها. صحيح. مش هنشتم، احنا ما عندناش هذه الغوغائيه اللي هتبقى سلاح نستخدمه بهذا الشكل. انا صحيح. وانا شاكر لحضرتك. لا لا، انا بشكرك وان شاء الله يعني نبقى متابعين مع حضراتكم تتابع الاحداث ان شاء الله. اشكرك جدا النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئه العليا لحزب الوفد. طيب، في حاجه حصلت اليومين اللي فاتوا، يعني الوسط الثقافي في مصر والناس المهتمه بالقراءه بيتكلموا عنها. تعرفين مؤخرا كان في تطبيق اسمه ابجد. تطبيق ابجد ده تطبيق مهم جدا، تطبيق قراءه، يعني بتدخل وبتعمل اشتراك وبتقرا كتب كتيره جدا، وتطبيق الحقيقه كل من تعامل معه بيثني عليه. مش بنعمل دعايه لابجد، ولكن حصل حاجه ناس كتيره الوقت داخله مندهشه، يعني اللي هو ايه؟ جه ابجد قالك احنا هنعمل مسابقه اللي هي ايه، تحدي القراءه. يدخل الناس المشتركين ويقروا كتب، وبعدين كل ما تقرا تاخد نقط، واكتر واحد هياخد نقط هيبقى هو رقم واحد. اعلنوا النتيجه، ففي ثلاث
فائزين. الفائز اللي بالمركز الأول أمل حسام اللي هو اسم كودي روكسي بعدد نقط 37، معرفش ده عندكم ولا يا شباب، 37,680 نقطة. وبعدين المركز الثاني مونيكا عبد الملاك باسم كودي فريدة وعدد النقط 37 و 37 من 100، 37,000. والمركز الثالث فداء الرسول، اهو دي النتيجة بتاعت أبجد لحد كده، والمسألة عادية ومحمودة أيضا لأنه أنت بتعمل مسابقة تحدي القراءة، الناس تدخل تقرأ معرفها يعني. لكن لقينا في تصريحات حصل عليها الزملاء في إعلام دوت كوم، الزميل الأستاذ محمد عبد الرحمن ورفاقه، من أمل حسام، فقالت لهم إنها قرت 1498 كتاب في الشهر ده، 1498 كتاب. فناس كتيرة جدا بدأت لأ تقول ازاي وإمكانية ده ما ينفعش حتى في الوقت. وخرجت المسابقة اللي هي تحدي القراءة بتاع أبجد من مساحة جدية إلى مساحة سخرية ومساحة هزل، وإيه اللي بيحصل وبتاع، يعني مش منطقي مش طبيعي. طب احنا طبعا احنا ورا الموضوع بشكل كبير جدا، انه يبقى فيه اكتر من مسابقه لتحدي القراءه والناس تقرا والناس تطلع يعني. لكن خلونا نعرف ايه اللي حاصل، يعني بيقيسوا ازاي، بيضيفوا النقط على ايه، وبعدين نشوف امل برضو امل حسام هتقول لنا ايه. بس احنا معانا الاول الاستاذ ياسر الزهار، يعني المسؤول عن تحدي القراءة اللي هو تحدي أبجد للقراءة. أستاذ ياسر أهلا بيك يا فندم. أهلا أهلا وسهلا، زي حضرتك. يعني أنا بشجع طبعا هذه المسابقة وهذه المبادرة، والتطبيق عامل شغل كويس جدا. شكرا. وعامل نقلة كمان في مستوى القراءة والاطلاع. بشكر حضرتك. قول لي التحدي ده أنتوا يعني بتدوا النقط بناء على إيه، والنتيجة اللي هي طلعت، وازاي تعاملت مع اللي قالته امل اللي هي الفائزه الاولى بان هي قرت 1498 كتاب، وهل هذا التصريح اصلا حقيقي ولا مش حقيقي؟ طيب خلينا الاول نشرح للناس سريعا كده ايه هو قصه تحدي ابجد للقراءه، وبعدين ممكن نتطرق لبقيه النقط لو الوقت يسمح. اتفضل. طيب هو تطبيق أبجد هو تطبيق للقراءة الإلكترونية، أنت بتشترك عليه كل شهر، بدل طبعا إحنا عارفين أسعار الكتب بقت مرتفعة، ممكن حد في محافظة بعيدة مش عارف يجيب الإصدارات الجديدة وهكذا. فهو تطبيق موجود على الموبايل أبليكيشن، بتشترك فيه بالشهر، فيه طبعا بعض الكتب المجانية اللي تقدر تتفرج منها وتفهم الموضوع ماشي إزاي، وبعدين بتشترك بالشهر ويبقى ليك دخول بعدد لا محدود على اي عدد من الكتب، اي اصدارات جديده من معظم دور النشر الموجوده. عندنا اكتر من 20,000 كتاب. تمام. المعروف انه القراءه هي نشاط فردي، يعني كل واحد بيقعد كده يمسك كتاب مع نفسه ويقرا فيه، مش حاسس بالمشاركه، مش عارف هو بيقرا لوحده في حد تاني بيقرا معاه، اللهم الا بعض نوادي القراءه اللي ممكن يبقى واحد اصحابه واحد جروب. صحيح، بيحفزوا بعض، بيسالوا بعض، بيحفزوا على الكتب، بيرشحوا بعض كتب بتاع. بالظبط بالظبط. ده اللي بيحصل. احنا فكرنا من فتره انه طب احنا ليه ما نعملش حاجه تاخد نشاط القراءه ده من فكره فرديه، انه انا بقرا لوحدي وحاسس ان انا لوحدي، لنشاط جماعي الناس كلها تتشارك فيه وتتحدى بعض و و و. تمام. ففكرنا ان احنا نطلق تحدي ابجد للقراءه، اطلقناه يوم 15/5 اللي فات. وقلنا يا جماعه احنا عندنا كذا طريقه بنقيم ده لمده شهر؟ ده كان لمده شهر، هو انتهى، النهارده انتهى واعلنا النتائج النهارده. تمام. وحطينا الحقيقه الجوائز قيمه جدا لاول ثلاث مراكز، وحطينا بعدها اي حد يا جماعه هيجيب 10,000 نقطه هياخد شهر مجاني على تطبيق ابجد، واي حد هيوصل ل 15,000 نقطه هياخد 3 شهور مجانيه على تطبيق ابجد، يقدر يقرا اي جد. عدد من الكتب العربيه طبعا بشكل شرعي. احنا ليه بنقول باشتراكات وكده؟ لانه دي بشكل شرعي بتحفظ للكاتب والدار النشر حقها. تمام. اللي حصل ان احنا يعني اتفاجئنا باستقبال اكثر من رائع فوق توقعاتنا للموضوع ده. يعني الشائع انه ده الناس في مصر او في الوطن العربي ما بيقروش و و و
وفوجئنا بعاصفه من الحماس والاستقبال الاكثر من رائع، لدرجه انه يعني الابلكيشن عانى من ضغط شديد، فوصلوا اكثر من نص مليون طلب في اول لحظات ما اطلقنا فيها المسابقه. الناس عايزه تشارك والناس داخله تبص ايه اللي بيحصل وكده. النقط كانت بتتجمع على كذا اساس، اللي هو في تحديات يوميه ان انت بتخش تقرا لمده ربع ساعه بتاخد مجموعه نقط، لو زودت وقريت لنص ساعه تاخد مجموعه نقط، ساعتين وهكذا. وفي كمان تحديات على مدار الشهر، اللي هو عدد الكلمات اللي انت قريتها. اللي قريتها كل ما كل ما تقرا عدد كلمات اكتر كل ما بتاخد نقط اكتر. انتوا عندكم بقى في التطبيق يعني مقياس لده بتعرفوا ده قرا كام كلمه؟ احنا عندنا يعني الاول مره في 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 القراءه بيبقى عندنا حاجه بتقدر تقول لنا القارئ العربي بيفكر ازاي. طيب احنا عندنا يعني مثلا امل اللي هي عملت 37000 680 نقطه. نقطه دي قرت كام كلمه؟ امل الحقيقه قصتها كانت مختلفه تماما، او اللي هي اللي كان اسمها على التطبيق روكسي، يعني ده اللي عمل اللغط. هي كانت من البدايه متارجته او مستهدفه المركز الاول، هي حد قرر انه انا هكسب المسابقه دي. هي امل حسام من المنصوره، هي طالبه عندها 20 سنه. هي طالبه طبعا بذلت مجهود كبير قبل المسابقه، جهزت وتقريبا بسبب الهجوم عليها في السوشيال ما عادتش عايزه تتكلم مع حد. لا هي رافضه، يعني هي رافضه الظهور، ده حقها تماما يعني. لا يعني اقصد تقريبا كمان الهجوم مخوفها شويه. ممكن. طيب هي اللي قالته ده، انا بسالك بس على لانه عشان هذا ما اثار اللغط، يعني كل حاجه في المسابقه ماشيه زي الفل. حلو. لكن هذا ما اثار اللغط، اللي هو بتقول انا قريت يعني العدد الكتب، عدد ضخم من الكتب. هي قرت فعلا العدد ده، ولكن كتب قصيره كلها. يعني هي استهدفت من اول من بدايه المسابقه وهي مستهدفه الكتب القصيره، فهي كانت عامله قائمه بكتب الاطفال وكتب الشعر و يعني 1498 كتاب في شهر، بس كلهم من الكتب قصيره الحجم جدا. هي بذلت مجهود الحقيقه. يعني اقصد هي هنا يعني الكلام صحيح، الكلام صحيح وما فيهوش مجال للخطا، هي فعلا قرت العدد ده من الكتب. احنا الاجهزه بتاعتنا دقيقه جدا. معلش يا استاذ ياسر، انتوا بقى بتعرفوا ده بالطريقه عندكم في الابلكيشن؟ عندنا ريبورتس ضخمه، احنا عارفين يعني كم ساعه قراءه قضت على التطبيق من اجمالي المشاركين، كانوا بيقروا امتى، الصبح ولا بالليل. تمام. كانوا بيقروا كل ده كل ده تمام. كل ده انت عارف موجود. ان القراءه ليها ايقاع، يعني في ناس بتقرا بسرعه وفي ناس بتقرا ببطء، وفي صح. وبعدين كمان القراءه الالكترونيه غير الكتاب الورقي، يعني الكتاب الالكتروني ليه ايقاعه الخاص، كونك طبعًا. مش ماسك الكتاب كله في ايدك، فيعني في حاجات تانية كتير. لكن هي صادقة فيما قالته. هي صادقة فيما قالته، واحنا طب يعني تعاملت ازاي او تفاعلت ازاي مع الانتقادات، الناس اللي بتقول لك يعني يا جماعه لا انتوا بتهزروا، ده مش معقول، ده مش ممكن، ده مستحيل. شفنا طبعا الانتقادات، بلا شك شفنا الانتقادات، وعملنا حسابنا انه النسخ القادمه من التحدي ممكن يبقى فيها ضوابط مختلفه علشان تبقى الفايده بتاعت المسابقه نفسها تتضاعف. يعني خلينا نبص على الجانب الايجابي، احنا شارك على مستوى الوطن العربي 5891 مشارك بالظبط. عدد الساعات اللي هم قضوها بالقراية على التطبيق يعني عدت 145202 ساعة، ده إجمالي الناس في الوطن العربي. يعني احنا عندنا الجزء الإيجابي انه حالة القراءة في الوطن العربي بخير جدا. تمام. جدا جدا. تمام. استقبال يعني فاق توقعاتنا احنا شخصيا. تمام. وانا والله بهنيكم باللي انتوا بتعملوه. بشكرك. بشكر حاجة حضرتك. عظيمة جدا، لانه انا مع اي حاجة تحفز على القراءة وتشجعها، وبالتوفيق ان شاء الله يا استاذ ياسر. شكرا لحضرتك. بشكرك جدا. طيب يبقى احنا عندنا الاستاذة امل بتقول ان هي قرت 1498 كتاب، والمسؤول المدير الابداعي للمسابقة بتاعت اتحاد القراءة قال صح، انه صح. طيب خلونا نروح للفائز الثالث، اللي هو زي ما حضراتكم شايفين كده فداء الرسول. استاذ فداء، استاذ فداء معايا يا فندم؟ مساء الخير يا فندم، مع حضرتك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ده الاسم اللي دخلت بيه المسابقه ولا اسمك؟ لا ده اسمي الحقيقي. اسمك فداء الرسول. مظبوط. تمام.
انت واخد المركز الثالث بنقط تمام 37,170. مظبوط. قول لي انت قريت كام كتاب في التحدي ده؟ هو عدد الكتب مش متذكره حاليا لان هو عدد كبير، لان انا اضطريت برضو عشان يعني اجمع عدد نقط كبير. يعني انا اصلا حد يعني بيقرا باستمرار وبيقرا كتب كبيره وبيقرا كتاب معاصرين وكتاب قدامى يعني. بس اضطريت عشان يعني لما لقيت اللي بيفرق عني، انا كنت متارجت من بدايه المسابقه ان انا ابقى في المراكز الاولى. فلما لقيت ان فرق النقط كبير اضطريت الجا لنفس الفكره اللي كان بيتكلم عنها الاستاذ ياسر من شويه، فكره ان انت بتقرا كتب ما تاخدش معاك وقت عشان تجمع نقط كتير. تمام. لكن انت ما تقدرش تقول لنا عدد الكتب اللي قريتها يعني. هو انا مش متذكره حاليا، بس هو يعني قريب من الرقم، يعني زي ما حضرتك شايف ان فرق النقط يعني امل. يعني امل قالت ان هي قرت 1498 كتاب، انتوا الفرق اصلا في النقط مش كبير. بالظبط. ففرق يعني الكتب خليني اقول لك حضرتك قليل برضه. خليني اقول لك انه هي 680، انت 170، لا انت في حوالي 510 نقطه. تمام. يعني يعملوا بتاع 50 كتاب ولا حاجه. كم كتاب؟ 50، لان خمسين كتاب 10 نقط. يعني يعني 1498، فنقول 50 كتاب، يعني انت قريت 1493 93 كتاب؟ لا مثلا. 98، يعني تمام. نقول 48، 1448. تمام. مش بس كده؟ هي الفكره بس عشان الناس بتتخض من الرقم، ايه؟ هم مش عارفين ان الـ يعني انا كحد مثلا بقرا بعاده يوميه كل يوم كتاب لا يقل عن لا 250 والله300 انا مش صفحه. بص هقول لحضرتك، انا مش ب يعني انا يعني ما عنديش ما اكذب بيه حضرتك، انا انا فاهم. بسال لا بس يعني. ده انا يعني بس انت انا بس قريت عايز حوالي اوضح عشان حضرتك والساده المشاهدين والناس نفسها اللي كانت معترضه على الكلام اللي قالته روكسي او امل. يعني انت هنا كمان حضرتك بتضيف رقم انه 1448، تمام. يعني احنا كده كمان اللي هي الفائز الثاني اللي هي الاستاذه مونيكا، ممكن تكون هي كمان مثلا 1460 كتاب نفس الرقم برضو، هيبقى الرقم تقريبا. قريب جدا من نفس الارقام لان فرق النقط قليل تقريبا. بس فهي طب فكره هقول لحضرتك، ال ال الاهم الفايده اللي انت بتقرا، انت قارئ كده محترف، ده انت بتتكلم على كاس العالم في القراءه. والله العظيم يعني 1400 هي 98 وانت 1448. انا في ناس اعرفهم يعني ممكن يقروا 1498 كلمه في 7 شهور مثلا. لكن يعني بالتوفيق يا استاذ فداء، ويعني تشارك في تحديات اخرى. يعني ما يعني انا بعتبر نفسي قارئ محترف والله، بس يعني الحاجات دي بكاس العالم في القراءه، واعتقد انه الكلام صح ماشي، هما بيقولوا يعني اكدوا عدد الكتب ده، والاستاذ ياسر زهر اكد عدد الكتب ده، لكن برضو المساله مريبه يعني. يعني لا المساله مريبه في شهر عشان تقرا 1400 المساله، احنا بنفرغ حاجات كتير جدا من محتوى. واتمنى انه الزملاء في ابجد يبقى في معايير تانية، نوعيات كتب مختلفه، مش بتدخل تلاقي كتب كده، لا يعني في حاجه مش مظبوطه، لكن في العموم احنا مع اي حاجه تشجع القراءه. خلينا نطلع فاصل ونبعد عن حكايه كاس العالم في القراءه دي، نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم، عندنا مبادره مهمه جدا. اهلا بحضراتكم من جديد، عندنا فيما تبقى لنا من دقائق موضوعين. الموضوع الاولاني، وزاره الاوقاف النهارده اتكلمت عن ضوابط صلاه العيد. ليه ضوابط صلاه العيد؟ الناس كل سنه بتصلي العيد، هم حددوا المساجد والساحات اللي هتبقى فيها صلاه العيد، وقالوا ان ضروري سواء في المساجد او في الساحات يكون هناك مكان مخصص للسيدات، لانه لوحظ في الاعياد الماضيه انه لما الصلاه بتبدا بتلاقي الصفوف رجاله على ستات. في ضوابط، يعني في ضوابط. احيانا الناس كده يقول لك يا عم عادي، ايه المشكله؟ يعني ما الناس الراجل واخد اخته ومراته ووالدته وبتاع ورايحين يصلوا العيد، فيصلوا مع بعض، مش حاجه اسمها كده. يعني احنا محتاجين شويه ضوابط كده عشان الحياه تبقى مستقره.
الرجاله بيصلوا في صفوف والستات بيصلوا ورا او بيصلوا في مكان مخصص ليهم. فالوزاره، وهنا بقى هنحاسب الوزاره على ده، بمعنى ان هي قالت ان الضوابط يبقى فيه تخصيص مكان للسيدات، يبقى الناس تلتزم وتخصص مكان للسيدات، لانه لو ما فيش مكان مخصص للسيدات هنلاقي المشهد ده تاني، ان الرجاله جنب الستات بيصلوا مع بعض. فانا اتمنى انه الناس تلتزم، الوزاره عملت ضوابط فتعمل على تنفيذها، واتمنى ان احنا ما نشوفش الصور دي في صلاه العيد، صلاه عيد الاضحى اللي جاي. لكن احنا عاوزين نعمل مبادره من اخر النهار. هنا كنا بنتكلم مع الاخ علي اللي هو الجزار بتاع البحيره، وقال ان هو بيذبح وبيبيع اللحمه ب 220 جنيه. وانا سالته ببساطه، قلت له يا عم علي انت بتكسب؟ قال لي اه بكسب. فالمبادره اللي احنا بنتكلم فيها ايه؟ انه الجزارين يا جماعه في ربوع مصر والناس داخله على العيد، بلاش تحف، يعني بلاش تبقى انت ايه شره للمكسب لدرجه كبيره جدا. ممكن تكسب مكسب كويس والاسعار تقل، ما هو ده خلانا يعني زي ما بيقولوا ايه الفار يلعب في عبين. انت عندك تاجر اهو بيبيع اللحمه بالمبلغ ده بالسعر ده اللي هو 220، وكان في واحد تاني في سواك تقريبا اعلن ان هو بيبيع ب 260. لا احنا ماسكين في ابو 220 جنيه عشان الناس. اولا عشان ما تبقاش الفكره انه الجزارين جشعين والجزارين يعني عاوزين يمصوا دم الناس وبيستغلوا موسم فيغلوا اللحمه. لا، اذا كان عندك يعني فرصه اهو انك تكسب وفي نفس الوقت تيسر على الناس، ليه ما تعملش ده؟ المبادرة بتقول انه اللي عمله الاستاذ علي يا ريت، واي حد اي جزار هيعلن ان هو بينضم ليه مبادرة تخفيض اسعار اللحوم قبل العيد، احنا يعني ابعت لنا كده اسمه ونتكلم معاه ونعلن اسمه للناس. في اي مكان في مصر، في اي محافظة في مصر، في اي شارع في مصر، في جزار هينضم للمبادرة دي، مبادرة تخفيض اسعار اللحوم. الجماعة الجزارين اهالينا اصحابنا حبايبنا ينضموا ليه، واللي هيعلن ان هو هيدخل في المبادرة يعني هنكلمه ونقعد نشوف يعني نعلن الاسماء بتاعت اللي هيشاركوا في هذه المبادرة. نتمنى انه الناس يعني يبقى في تجاوب، وخلونا نبقى رحماء على بعض وما يبقاش الناس طماعين بالشكل ده. انا بشكر حضراتكم لمتابعتكم لنا اليوم، نلتقي يوم الجمعة القادم ان شاء الله، وتصبحون على بركة.